من هم أصحاب اليمين؟ اختلف العلماء والمفسرون في تعيين أصحاب اليمين، فذكر الجوزي في زاد الميسر 8 أقوال نسبها إلى المفسرين في بيان معنى أصحاب اليمين. فذكر قولا لابن عباس أن أصحاب اليمين هم من كانوا على يمين آدم عليه السلام حينما أخرج الله من صلبه ذريته. كما نقل عن القرطبي والضحاك قولهما أن أصحاب اليمين هم الذين يأخذون كتابهم بيمينهم يوم القيامة. وقال ميمون بن مهران إن أصحاب اليمين من كانت منزلتهم عن اليمين. وقال الحسن والربيع أن سموا بذلك لأنهم ميامين على أنفسهم أي مباركين. وقال السدي إنهم أصحاب الجنة وأهلها. وذكر علي بن أحمد النيسابوري أنهم من يأخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. وقال الزجاج إنهم أصحاب المنزلة الرفيعة. والقول الأخير ما ذكره زيد بن أسلم أنهم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن. قد ذكر الله جزاء أصحاب اليمين يوم القيامة في سورة الواقعة، مبينا أنهم في جنات يتخللها السدر المخضور، أي السدر الذي قطع شوكه، وكذلك الموز المنضد بعضه فوق بعض، والفاكهة الكثيرة التي لا تنقطع ولا تمتنع، والفرش الوثير، والزوجات الحسان المتقاربين في السن، حيث قال الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. يكون الناس يوم القيامة على 3 أقسام، أعلاها منزلة وأكثرها نعيما، وهم فئة السابقون الذين سبقوا العباد في الإيمان والأعمال الصالحة، وكانت حياتهم سباقا إلى مرضات الله. وقد ذكر الله صورة لنعيم هذه الفئة يوم القيامة ليتنافس العباد في تحصيل درجاتهم. ثم يأتي بعد ذلك فئة أصحاب اليمين، حيث ذكر الله بعضا من أعمالهم الذين يعرفون بها في الدنيا. قال تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم يأتي بعد هذه الفئات فئة أصحاب الشمال الذين استحقوا بأعمالهم ومعاصيهم الخلود في النار يوم القيامة، وقد سموا بذلك لأنهم كانوا على شمال آدم عليه السلام، وقيل بسبب أنهم يأتون كتابهم بشمالهم، أو بسبب أنهم شؤم على أنفسهم وغيرهم.